هناك في دولة معادية هي قطر صور قبل كلمة عن المباراة طبعا غير الملك عايز يعرف اللي حصل هناك مجلس الإدارة يوفق كل الإمكانيات الجهاز الفني ولا مفيش لعيب يعني المجانين مفيش لعيب يعني المجانين لكن عندي لعيب طماع عايز يتعاقد 20 مليون وانا مش عاملها لما يكون عندي مستحقات اللعيبه 160 مليون مقدمات وكل اللي فاضل 14 مليون يعني 2% وال 2% دول من بينهم اسباب في خصمهم فاي لاعب هيقول لي المالين اقول له ايه الكذاب انا مش هساعد وفرنا للجهاز طبعا في اخطاء وهيتحاسب عليها جاي بس ما يرجع اللي انا شفته انا دوري كمجلس اداره بوافق امير مرتضى مشفع كوره لما لف واحد وجابوا سعر مدربين عالميين جماعه بتوع الكوره اللي مستخدمين دلوقتي هم اللي اختاروا وانا بقول مش عايز مرتزقه المرتزق يجيب لي عقل ويتكل على الله.